السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد lesson 3 في الكونسبت 1.3 لدكاترة الصغننين بتوعنا. مين؟ ها، سنة رابعة. ايه التلاتة الغريبة دي؟ ماشي، يلا بينا. يلا طيب، عندنا النهاردة lesson 3 ده بيتكلم على الفاير فلاي لايت شو. يعني ايه؟ يعني ايه فاير لوحدها يا احمد وائل؟ يعني ايه فاير؟ ها، يعني ايه فاير؟ عارف يا احمد؟ طب جانا؟ نار طب ماشي يا عمر. نار. بس منتج استاذنك، يعني بس استاذنكم، ممكن اللي بسأله بس اللي يرد، ماشي عشان ما اتضايقش. طيب، يبقى فاير يعني نار، فلاي فلاي يعني ايه يا جانا عسقلاني؟ يطير تمام، حلوة قوي. يعني حاجة كأنه بيقول لك ايه، حاجة زي النار بتطير. هي طبعا مش نار، ولكن حاجة بتنور بتطير. خلاص، يبقى في حشرة عندنا زعما زي الدبانة كده اسمها فاير فلاي بيتل. فاير فراي فاير فلاي فاير فلاي بيتل بيتل. تمام. طيب، مالها دي؟ دي تعالى بقى ايه، نبدأ ايه نشوف. دي نوع من أنواع الحشرات. يبقى الفاير فلاي بيتلز are types of insects، نوع من الحشرات. فيقول لي هنا هي الفاير فلاي بيتل is considered a type of insect، صح ولا غلط؟ ها ها، في الشات بسرعة. ها، صح ولا غلط؟ true، أكيد صح. تمام. طيب، that can produce a chemical energy a chemical reaction. تعالى بقى، تعالى بقى، صلي على النبي. في هنا لمبة، صح؟ تحس ان في لمبة؟ لا، ده هي منورة. تعالى اوريها لك يا معلم. بص كده، This animal has a built-in flashlight بص. in its body. Meet the firefly, the lightning bug. Lampyridae is a family of beetles with more than 2,000 بتعمل species, ايه بقى؟ many of which are light emitting. عارف لما تحط حاجة على حاجة، ان شاء الله كده ربنا يكرمك، يعني في المعمل، لا ايه ده، في المعمل عندك كده ان شاء الله كده، لما تخش طب ولا حاجة، في حاجة ممكن تفرقع وتعمل نار، صح؟ تمام، مظبوط. يبقى جسمها بيعمل ايه بقى؟ جسمها، جوه جسمها بيحصل كيميكال رياكشن. يعني ايه كيميكال رياكشن؟ يعني تفاعل. ايه الخط ده؟ تفاعل كيميائي. حاجة في جسمها بتختلط مع حاجة في جسمها فيطلع ايه؟ نار. آه، لايت. نار ايه؟ لايت، نور. inside their body that allows them to light up and communicate with other firefly. تاني دلوقتي، الفايرفلاي دي مالها؟ دي نوع من انواع الحشرات، type of insect. can produce، بيقدر يعمل ايه؟ بيقدر يعمل chemical reaction، بيعمل تفاعل جوه جسمه. تمام، في تفاعلات بتحصل جوه جسمه، التفاعلات دي بتخليه ينور. طيب، النور ده فايدته ايه؟ فايدته يا دكتور ان هو بيتواصل. تمام، ان هو بيتواصل مع اصحابه عن طريق النور. يعني ايه بقى؟ يعني عارف لما تبقى راكب مع السواق مثلا، او بابا لو معاه، لو حد فيكم مثلا بابا معاه عربيه او ماما معاها عربيه او كده، مثلا ايه، او خلينا في الراجل بتاع الميكروباص. الراجل بتاع الميكروباص تلاقيه ايه مثلا، عايز يسلم على الراجل اللي قدامه، ماشي، باللي هو اللي راكب في قدامه، فتلاقيه بينور له نور كده، صح؟ تلاقي التاني بيرد له بالنور كده من ورا. تمام، واحد يقول له انا عايز اروح يمين، تلاقيه راح فاتح اللمبه اليمين. انا عايز اروح شمال، اروح لمبه الشمال، صح؟ ففي تواصل، في كوميونيكيشن عن طريق اللايت ولا لا؟ اه، هما مثلا متفقين مع بعض. مثلا انا لو نورت لك 3 لمبات ورا بعض كده، فتحت قفلت فتحت قفلت، يبقى انا كده ايه، عايز اكل. طيب، لو عملتها مثلا 7 مرات، 1 2 3 4، قعدت اقفل وافتح النور كده 7 مرات، يبقى انا عايز اتجوز. طب مش عارفه ايه، انا عايز اهرب من هنا، انا عملتها مرتين، يبقى يلا نهرب. فبيتواصلوا مع بعض عن طريق الايه، اللايت. تمام، حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ ها،
طيب بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ اهو تعال نشوف بقى. How do fireflies use their sense to communicate؟ بيستخدموا السنس الحواس بتاعتهم ازاي يتواصلوا؟ ها، ان الفايرفلاي use their wings form a different flash pattern. بيستخدم الوينج بتاعه اللي هو الجناح عشان يعمل different flash pattern. طيب تعالى اوريك ازاي، تعالى اوريك ازاي. لو افترضنا ان انا هعمل اللاب كده مثلا عشان ما تشوفونيش، تمام، وهعمل ايه، هعمل كده، ثانية واحدة، هعمل كده ماشي، وهنور كده تمام. واضح الفلاش صح؟ اظن ده اقرب حاجة واضحة. تمام، انا اعتبر ده الجناح ماشي كده، متفقين ده الجناح، هي منورة فتعمل بجناحها كده يا عمل ماشي، عمالة ايه، عمالة بجناحها تعمل ايه، تعمل فلاشز مختلفة. 1 2 3، يبقى احنا يلا ناكل. طب 1 2 3 كده 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 في خطر صح؟ فعملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت فلاشز مختلفة. عملت ايه؟ ها؟ فلاشز مختلفة يعني ايه؟ ها؟ عملت اشكال من نور مختلفة. واضحة؟ وهل انا كنت باينة في الفيديو او حاجة ولا لأ؟ وضحولي. ها؟ لا كنتش بس كنت كنتش باينة والدنيا واضحة كده، فهي يعني لا بتحرك يمكن جناحها. نعم، أنا مش فاهمة إزاي بتحرك جناحها، يعني اهي مش فاهمة إزاي بتحرك بصي. جناحها وبتتحكم في النور. طب بص بصي بصي Due to their conspicuous production of light, mainly during إيه، twilight, مش فاهمة. bushes بيعملوا ايه؟ and بس people استنى. often collect them in a jar. They have specialized light emitting organs in their lower abdomens, and this happens due to the chemical process of bioluminescence. By combining a chemical called luciferin in the presence of magnesium ions, adenosine triphosphate, and oxygen to produce the light, and each firefly species has its own بس unique بينوروا ازاي سوا؟ بينوروا مع بعض ازاي؟ بصي الجناح بتاعها بينزل ويطلع فبتعمل فلاش. يعني ايه؟ Instead, they use هوريكي. airborne smell, such as pheromones, to communicate. بصي مس، ممكن، هي فيها نور ولا بتطلع النور ده من نفسها؟ من لا نفسها. بيحصل كيميكال رياكشن جواها، بيحصل جواها بيحصل جواها زي تفاعل كده بيخليها تنور. يعني حتى التفاعل ده لما بيحصل احنا لو عملناه في المعمل تلاقي الأنبوبة نورت. تمام، طب يا ميس، هي الانسكت دي اسمها ايه؟ فاير فلاي. تمام. تمام، تعالوا مثلا يعني تاني مش بالنسبة لحوار مستمتع. الوينج، بالنسبة لحوار الوينج يعني ايه دلوقتي، هي مثلا اهو هعملها لكم، افهمها لك تاني. دلوقتي انا مثلا اهو، تمام اهو خلاص كده ايه، شايفة النور اهو كده منورة مظبوط، فانا الجناح هيعمل كده هيغطي. طيب هي الدنيا منورة عندها، بس هي عايزة تعمل طريقة معينة، فتطلع الجناح وترعمله 1 2 3 كده يلا ناكل. طب في خطر تروح تعمل كده، شفتي عن طريق جناحها عملت أشكال نور مختلفة ازاي؟ فهمتي ولا لأ؟ ها ايوه يا ميس، فهمت. فهمتي، بس فعن طريق جناحها عملت أشكال مختلفة. تمام، يبقى تمام اهي، يبقى تمام الفاير فلاي يوز ذير وينجز، استخدمت جناحاتها تو فورم عشان تعمل ديفرنت فلاش باترن، تعمل ترتيب مختلف للفلاش. واحد مثلا تو وارن اوف اذر فلاي فاير فلاي بيتر فروم بريديتور، يعني ايه وارن اوف؟ تحذر واحد عشان تحذر، يلا بسرعه تلاقيه عمال تنور جامد، تنور جامد، تنور جامد.
تمام، عماله تتحرك الوينج بسرعه عليها، بتقول لهم الحقوني الحقوني، في خطر، في حاجه وحشه جايه علينا. تمام، طيب عايزه تتجوز، عايزه دي هي ست عايزه تقول للراجل يلا نتجوز، تعالى نتجوز يلا ماشي. فهي او ايه هو بيقول لها او بيدور على واحده، لا يلا نتجوز يلا، عشان ايه؟ عشان احنا من اقل بيرسول هنموت، فيلا عشان نتجوز. تمام، عشان هي وربنا سبحانه وتعالى، خلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى مخلي الكائنات الصغيره دي بتتجوز كتير. تمام، فايا كان بقى بتبيض والكلام ده كله، الحاجات اللي البيض بتاعها ده بيدي عدد كبير علشان ما ينقرضوش. تمام، اوكي، طيب فبتعمل برضو طريقة فلاش معينة، باترن معين للفلاش، تو اتراكت اميت تو ريبروديوس. عشان اتراكت يعني ايه؟ تجذب، تجذب اميت يعني ايه؟ ميت شريك، شريك حياتها بقى، شريك حياتي خلاص. تو ايه؟ تو ريبروديوس. يعني ايه ريبروديوس؟ اللي هو يتكاثروا، يعني يتجوز وكده ويخلف كده. واضحة؟ آه، مش فيها كهرباء يا احمد، فيها تفاعل. يعني ايه؟ انا طب هحاول اشوف لكم التفاعل مثلا ده، يعني ايه ممكن اجيبه لكم طريقته في المعمل حتى، يعني تحط حاجة على حاجة فتلاقي الأنبوبة نورت. تمام، هي دي الفكرة، يعني تحط على حاجة على حاجة تلاقي الأنبوبة نورت خلاص. هي بقى بيحصل ده في جسمها سبحان الله. تمام، طيب حلو قوي. يبقى ها، يبقى how do firefly use their sense to communicate، ها ازاي بيتواصلوا مع بعض خلاص. فانا كده قلت ايه؟ ها، ان الوينج بتاعها بيخليها تعمل فلاشز مختلفة عشان تحذر الايه؟ الفاير فلاي بيتل فروم بريديتور او تو اتراكت ميت. يبقى الحتة دي تيجي في ريزون ماشي، اهو الوينج بتاعه عمل ديفرنت فلاش ليه؟ يا اما عشان تحذر حاجة وحشة، يا اما بقى حاجة حلوة قوي خلاص. واضحة؟ في مشكلة؟ طيب تاني حاجة، زي فلاش ات ريجولار بيريود اوف تايم، بينوروا بايه؟ بريجولار بيريود اوف تايم. يعني ايه؟ بص بقى ركز معايا. تمام، طيب اوكي، ثانية واحدة شوية. نكمل. يبقى ها، يبقى زي فلاش ات ريجولار بيريود اوف تايم، يعني ايه؟ بينوروا بطريقه معينه. بمعنى انا عماله انور، انا فاير فلاي ماشي، انا عماله اعمل تيت 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 تيت، بص نفس التيت تيت بعد كل ثانيه، كل ثانيه تيت، انور نور كده ماشي. احنا مجموعه كده، احنا مجموعه جروب ميس رانيا خلاص، ايه مع بعض كده خلاص، واحنا مجموعه كده، احنا طول ما احنا ماشيين منورين الكشافات، كل واحد فينا ماسك كشاف موبايله ماشي، تيت تيت كل ثانيه كده ماشيين قد ايه مع بعض خلاص. تمام، جينا بقى في مجموعه مثلا مين؟ دكتور محمد خلاص، ماسك العيال، والعيال ماسكين الايه الكشافات معاهم، وعمالين يعملوا ايه؟ تيت 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 كل ايه؟ كل ثانيه خلاص. فاحنا قابلنا بعض، احنا المجموعتين قابلنا بعض. تمام، ايه ده؟ الله دكتور محمد، ايه ده؟ الله دكتور رانيا، الله ايه الجمال ده، ماشي تعالوا. طب ايه؟ تعالوا نمشي معانا، ينفع احنا نمشي تيت تيت وهم ماشيين تيت 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 كده، كل واحد فيهم عمال ينور كده نورين واحنا ننور نور واحد؟ لا، فعشان بنتواصل مع بعض بقى فنعمل ايه؟ احنا جروب دكتور رانيا قاعد يعمل تيت تيت، فكلنا لما قابلنا بعض بقينا نتواصل بنفس الطريقة، فعملنا نفس طريقة الفلاش مع بعض. فهمتوا قصدي؟ تاني، يبقى هنا بصوا، يبقى الفاير فلاي فلاش ات ريجولار بيريود اوف تايم، بينوروا بإيه؟ ها؟ في وقت ريجولار، يعني وقت منتظم خلاص؟ بط، ولكن if there is another group of firefly، لو في جروب تاني من الفايرفلاي flashing nearby عمال ينور جنبهم، they will change their own flash pattern
هنغير الفلاش باترن بتاعنا to match the flash pattern of the other group to communicate. يعني احنا ما كنا ماشيين، انا كان الجروب بتاعي الفاير فلاي بتاع دكتور رانيا، كنا احنا ماشيين نعمل تيت ينور نور كده كل ثانية تكة تيت تيت، جروب دكتور محمد كان ماشي تيت تيت تيت. طب احنا هنمشي مع بعض وهنبقى جروب واحد، يبقى احنا الكوميونيكيت بتاعنا الكوميونيكيشن بتاعنا واحد، يبقى لازم حد فينا يغير لإيه؟ ها يغير الفلاش باترن بتاعه تو ماتش. يعني ايه ماتش؟ عشان يناسب، ماتش يعني توصيل بس معناها يناسب، اللي هو يبقى ايه مناسب كده. بيقول لك حتى ايه ده التيشيرت والبلوز لازم يبقوا ماتشنج مع بعض، مناسبين لبعض، لايقين على بعض، خلاص. يبقى تو ماتش ذا ايه ذا فلاش باترن اوف ذا اذر جروب تو كوميونيكيت، خلاص عشان ايه يناسب التاني كده. واضحة ولا لأ؟ اه يا عمر صح، ها كده واضحة. أنا مش حد عنده مشكلة فيها؟ فاهم مش فاهم مين، مش فاهم. معايز معاذ تاني دلوقتي يا معاذ، انت ماشي بعربيتك خلاص، انا وانت جروب، انا جروب وانت جروب تاني، خلاص ماشي، عمال تنور لي نور بالعربية تت تت كده كل ثانية، تنور نور وتقفل، تنور نور وتقفل، وأنا بنور لك بالعربية بتاعتي نورين وأقفل، نورين وأقفل، خلاص. إحنا عايزين نمشي مع بعض، ينفع نمشي أنوارنا مختلفة ولا لازم نمشي زي بعض؟ حد فينا يبقى نوره زي التاني؟ بعض. زي بعض. هما بيعملوا كده عشان يبقوا جروب واحد، واضحة؟ مين زي المراية بيعملوا زي بعض؟ اه واضحة يا شباب ولا في مشكلة؟ لا طيب واضح. تمام. احنا بقى برضو بنستخدم اللايت عشان نكومينيكيت وذ ايتش اذر. ازاي يعني؟ انا ممكن استخدم النور بدل ما اكلمك. اه زي ايه يا دكتور؟ زي الترافيك لايت، اشارة المرور. اشارة المرور، مش انا كده قلت لك احمر اقف؟ هل انا لقيت حد بيقول لي اقف ولا انا مجرد ما شفت الاحمر وقفت؟ وقفت. طب اصفر استعد، اخضر امشي، صح؟ فكده اتوصلت معاك عن طريق اللايت من غير ما اكلم. تمام. اون يعني بتاعه يا جانا، اتس اون لايت او اون فلاش باترن يعني الفلاش بتاعه، هيغير الفلاش الخاص بيه. تمام. طيب حلو قوي. تمام. طيب يلا بينا نشوف مين هيحل اول واحد في الشات، اوعى حد يفتح المايك. يلا ونشوف برضو الناس اللي في الكومنتس، عشان في ناس في الكومنتس بيحلوا غلط على فكرة. يلا ها، choose the correct answer. The chemical reaction inside firefly petal allow them to ايه؟ ها برافو برافو جانا طارق، اكسلنت. اول واحدة. ها مين في الباقي؟ ايوه برافو معاذ. فين الباقي؟ برافو. لا ريتال وعمر. نركز. ها برافو جان عسقلاني، وبرافو عمر، وبرافو معاذ. ها نركز. ليه؟ طيب بص يا شباب، دلوقتي الكيميكال رياكشن اللي جوه الفاير فلاي بيتل allow them، تسمح لهم reflect sunlight. هو انا جبت سيرة الشمس؟ لا. تمام يبقى لا. طب reflect the moonlight، يعكس ضوء القمر وانا مايل ضوء القمر. produce their own light، يعمل اللايت بتاعه في نفسه. ايوه، ما الكيميكال رياكشن ده هو اللي بيخليه يعمل اللايت بتاعه بنفسه. تمام. طيب number 2، الفايرفلاي بيتل يوز ديفرنت فلاش باترن، بيستخدم ديفرنت فلاش باترن فور ايه؟ عشان ايه؟ ها برافو عمر، برافو بس مش جنى. عارف الجملة الأخيرة، مش عارف معناها وورن يعني اوف، ارتنج دي. وورن اوف يعني حذر، اتراك يعني يكذب، يكذب.
بريديتور يعني طب يعني الحيوانات المفترسة، بتعقب. ميت ميت يعني اللي هو الشريك حياته، راجل بقى ست مهم اللي هتجوزه يعني. ها ها عليا برافو، عمر برافو، ها فين الباقي؟ معاذ برافو، ها جاوبتي يا مس ميدو وراح الحمام. روح بسرعة. يبقى الفاير، لا ركزوا بقى، ركز برافو يا احمد. طيب يبقى الفاير فلاي بيتل يوز ديفرنت فلاش باترن، ليه هيعمل حاجات مختلفة؟ ليه وارن اوف فروم بريديتور اونلي، حذر بس من البريديتور؟ لا. طب اتراكت ميت اونلي، يجذب الميتس بس؟ لا. طب وارن اوف، يحذر من البريديتور واتراكت الميت؟ اه. طب هنا وارن اوف فروم ميت، احذر من الميت اللي هو شريك حياتي واتراكت اجذب البريديتور؟ لا طبعا. يبقى الاجابه ايه؟ سي. واضحه؟ واضحه. يا رب تكون كله تمام. تمام؟ طيب لحظه واحده، عايزه اوريكم دي، ان بصوا دي عباره عن حاجه لو اتحطت في الميه بتنور. بصوا. تمام؟ يعني ايه حاجات كده معينه، يعني ايه بتنور نفسها يعني. بصوا عشان بس تفهموا ان يعني ايه كيميكال، كيميكال رياكشن يطلع، يطلع نور. انا عايزاكم بس تفهموا دي. تمام؟ يعني ايه عشان تبقى واضحة معاكم، بس الإعلان يخلص وإيه ونخلص نتفرج على فيديو. تمام؟ يعني ايه هو مثلا بيقولك ازاي يعمل تريك ان المية تنور. خلاص هو حط حاجة اهو. على حاجة بصوا، يقلبها بقى. بصوا ها بتعمل تفاعل مع المية وإيه، يبقى شكلها إيه، ها منورة أهي. تمام؟ شايفين؟ أهو بقى في بطنها بيبقى زي مادة زي دي كده فبتنور. واضحة يا شباب؟ أهي سهلة أهي. خلاص عشان بس تتخيل إن بطنها بقى بيحصل فيها الحاجات دي. تمام؟ طيب تعالوا هنا. طيب what do you already know تمام. about communication and information transfer؟ تعالوا بقى نشوف ايه، ايه الفرق ما بين الحاجات المختلفة بين الانيمال والهيومن في الكوميونيكيشن، في التواصل مع بعض. تمام؟ طيب الانيمال مميز بايه عن الهيومن؟ الانيمال اللي احنا خدناه كان الانيمالز كانت بتعمل ايكولوكيشن. تمام؟ بتعمل ايه؟ ايكولوكيشن. خلاص هل احنا بنعمل ايكولوكيشن؟ لا. طيب احنا بقى بنعمل ايه؟ ها اقدر اعرف حاجات وكاني اتواصل مع حد عن طريق الكتابه والقرايه، reading ورايتنج، صح كده؟ وان انا اشوف التي في، واتشنج تي في، ابص على التلفزيون، اعرف الاخبار والكلام ده كله كان حد قالها لي واتكلم معايا، صح؟ يبقى دي انواع تايب من الكوميونيكيشن. والسيلفون. تمام؟ ها يعني ايه السيلفون؟ التليفون بتاعك. الو ايوه يا دكتور، مستر، كده. تمام؟ بنتواصل مع بعض ولا لا؟ اه. طيب الكترونيك ريدر ديفايس، تمام، عن طريق الاجهزه بقى ايه الالكترونيك وكده، ايه ان احنا نقدر ان احنا اصلا نتواصل مع بعض. ده للهيومن. طب الانيمال؟ لا ده الانيمال مختص بالايكولوكيشن اكتر، بالذات الحيوان زي مين؟ الدولفين والبات. تمام؟ طب احنا الاتنين مشتركين في ايه؟ ده احنا كده الاتنين مختلفين في كله. طب مشتركين في ايه؟ ان احنا الاتنين بايه، ها، بنطلع اصوات. تمام؟ producing sound. تمام؟ في هو وفي او، يبقى احنا نعمل high pitch او low pitch. خلاص احنا الاتنين بنطلع اصوات، واحنا الاتنين displaying light. اوقات في حيوان اهو ينور، تمام، واحنا ممكن ايه نتواصل مع بعض برضو ايه بالنور، عن طريق الايه، ها، عن طريق مثلا اشارة المرور او ايه او اي طرق تانية. خلاص يبقى احنا الاتنين إيه، ها، نور وصوت زي بعض، اما الحاجات التانية مختلفين. خلاص ده اختصار الايه الحتة دي. يلا نمبر 1، ها، ايه is considered as a type of communication by human only، الانسان بس. مين الانسان بس بيعمله؟ برافو يا عليا. ها فين الباقي؟ برافو يا جانا. اكتبوا لي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة.
اهو، واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ ها، برافو يا جان. ايه انت بتعمل ايه يا احمد؟ بقولك واحد ولا اتنين ولا تلاتة. برافو يا روان، برافو يا معاذ، برافو يا ريتال، برافو يا عمر، برافو يا بريهان وهايدي. اكيد السلفون. هو تلاقي حيوان ماشي بالتليفون ولا ايه؟ ركز يا عمر. تمام. او انا بقول لك هيومن، هيومن انسان. هو الانسان بيعمل ايكولوكيشن؟ لا، ده الحيوان اللي بيعمل ايكولوكيشن. طيب اوكي، نمبر 2. ايه is considered as، حل من هنا يا احمد. ايه is considered as type of communication، نوع من الكوميونيكيشن اللي في الانيمالز بس. بس واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ ها، برافو برافو، ايوه كده، برافو عليكم. ايكو لوكيشن، اكيد انا مش هعمل ايكو لوكيشن. تمام. طيب لسه اعتقد هو كده احنا في صفحة ايه، 49 50، اعتقد في 51 كمان، صح ولا متهيألي؟ لسه، لا ثواني، ثانية واحدة، ثانية واحدة، بس ايه، في صفح ضايعة. هو الدرس خلص عندكم ولا تمام؟ لا ها، خلص 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 خالص، زي الفول. يبقى كده احنا خلصنا الدرس اللي احنا بنشرحه ده. هبعت لكم لينك تاني، واللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-1557، وابعتوا لي على الواتساب عشان ابعت لكم جروبات الماس والساينس وايس تي، تخشوا فيها كلكم ان شاء الله باذن الله. الناس اللي في اليوتيوب تنسوش تعمل لايك للفيديو، اهم حاجه اللايك، وتكتب كومنت لو الفيديو عجبك، تبعت الفيديو لاصحابك عشان كله يستفاد. شكرا جدا، باي باي.